باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. وبه قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري انه سمع سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازة فان يكن خيرا تقدموه لي وان يكن شرا تضعه عن رقابكم. في باب عن ابي بكر وقال ابو عيسى حديث ابو هريرة هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل احد وذكر حمزه. وبه قال حدثنا قتلت قال حدثنا ابو صفوان عن اسامه بن زيد عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزه يوم احد فوقف عليه فراه قد مثل به فقال: لولا ان تجد صفيه في نفسي لتركته حتى تاكله العافيه ثم يحشر يوم القيامه من بطونها. قال: ثم دعا بنمره فكفنه فيها فكانت اذا مدت على راسه بدت رجلا وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال: فكثر القتل وقلت الثياب فكفر الرجل وثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدم إلى القبلة. قال: فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم. قال: وعيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرف من حديث أنس إلا من هذا الوجه أن ميراث الكتاب الخالق وقد خلف أسامة في رواية هذا الحديث. فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن كامل مالك عن جابر بن عبد الله وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثابت عن جابر ولا نعلم احدا ذكره عن الزهري عن انس الا اسامه بن زيد. وسالت محمد عن هذا الحديث فقال: حديث ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كامل مالك عن جابر اصح بان اخر. به قال هذا علي بن حجر قال اخرنا علي بن مسلم عن مسلم الاعوري عن انس مالك انه قال: اغير الشبكه. طيب الان مسموع الآن الصوت. قال باب آخر عن حدثنا ابن حجر قال أخبرنا علي المسري عن مسلم الأعوري عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. قال وعيسى هذا حديث لا نعرف من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضاعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. باب نبي قال هذا ابو كرم قال هذا ابو معاويه عن عبد الرحمن بن ابي بكر نعم عن ابن ابي مليكه عن عائشه انها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه دفنه في موضع فراشه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب عن عبد الرحمن بن ابي بكر بن المليكي يضاعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وروى ابن عباس ان ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب اخر وبه قال حدثنا ابو كريب بن قريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن عمران بن انس المكي عن طير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. قال عيسى هذا حديث غريب. قال سمعت محمدا يقول: عمران بن انس المكي منكر الحديث. وروى بعضهم عن طير عن عائشه: وعمران بن ابي انس مصري اثبت واقدم من عمران بن انس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع. وبه قال حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا صفور بن عيسى عن بشير بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جلاده بن ابي اميه عن ابي عن جده عن عبده بن الصامت انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع الجنازه لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حمر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. باب في فضل المصيبة إذا احتسب. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال عبد الله بن بركة عن حماد سمعت عن ابن سنان أنه قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني وجلسوا على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرز عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إذا مات ولد العبد فقال الله ملك قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا؟ قال: عبدي. فيقولون: أحمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في التكبير على الجنازة. وبه قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة وكبر على ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس ويزيد بن ثابت. قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو اخو زيد بن ثابت وهو اكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال ابو عيسى حديث ابو هريره هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازه اربع تكبيرات وهو قال سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق.
وبه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عروة بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسة فسالناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال ابو عيسى حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم لهذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم راوا التكبير على الجنازه خمسا. وقال احمد واسحاق اذا كبر الامام على الجنازه خمسا فانه يتبع الامام. باب ما يقول في الصلاه على الميت. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هيقل بن زياد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير انه قال حدثني ابو رمس الاشهلي عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. قال يحيى حدثنا ابو سمعه عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عبد عليه الرحمن وسلم. نعم غدر تفضل. طيب
الشيخ دخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، ايوه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اين انقطع شيخنا؟ سمعنا بابين فقط، من باب آخر ما اسمه بعده. باب اخر لقد أنا كبير. أخبرتكم لكن لا تسمع صوتي. طيب، من اول حديث، باب اخر، حدثنا ابو كريب. اليوم أشبك الضيف لدينا. نعم. طيب، من هنا باب آخر، حدثنا أبو كريب هذا. نعم، طيب سمعنا هذا الباب، سمعنا هذا الباب. طيب قال باب آخر بيقرأ، حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاذ بن هشام عن عمر بن أنس المكي عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. يوجد كذا، لا أدري يعني، هو هل من هنا شيخنا حدثنا أبو كريب هذا؟ قال حدثنا معاوية بن هشام. نعم، باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية. طيب، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئ قرب عيسى. هذا حديث الغريب. قال: وسمعت واحدا يقول: عمران بن أنس مكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطية عن عائشة، وعمران بن أبي أنس مصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع. قال حدثنا محمد بن، قال حدثنا صفور بن عيسى عن بشير بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة عن ابن ابي اميه عن ابي عن جدي عن عبده بن الصامت انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع الجنازه لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: كذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالف، قال عيسى: هذا حديث غريب. وبشير بن رافع ليس بالقوي في الحديث. باب في فضل المصيبه اذا احتسب. وبه قال حدثنا سعود بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن بركه عن حماد بن سلمه عن ابي سنان انه قال: دفنت ابني سنان وابو طلحه الخولاني جالس على شفير القول، فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال: الا ابشرك يا ابا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرز بن عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ولد العبد قال: الله لم يكتف قبضتم ولد عبدي؟ قال: فيقولون نعم. فيقولون: قبضتم ثمره فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا؟ قال: عبدي. فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابن لعبدي بيت في الجنه وسموه بيت الحمد. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في التكبير على الجنازه. وبه قال عبد الرحمن المريع قال عبد الاسماعيل بن قال عبد الله بن على الزهري عن سعيد بن سبيع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر اربعا، فكبر على ابن عباس وابن ابي اوفى وجابر وانس ويزيد بن ثابت. قال ابو عيسى: وزيد بن ثابت هو اخذ زيد بن ثابت وهو اكبر منه شهد بدرا، وزيد لم يشهد بدرا. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون التكبير على الجنازه 4 تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن برك والشافعي واحمد واسحاق. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: كان زيد بن ارقم يكبر على جنازتنا 4، وانه كبر على جنازه 5 فسالناه عن ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. وقال ابو عيسى: حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وراوا التكبير على الجنازه 5، وقال احمد واسحاق: واذا كبر الامام على الجنازه 5 فانه يتبع الامام. باب ما يقول في الصلاه على الميت. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يقول ابن زيد قال حدثنا اوزاعي عن يحيى بن كثير قال حدثنا ابو ابراهيم الاشهري عن ابي انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازه قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. قال يحيى: وحدثني احمد بن سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ذلك وزاد فيه: اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. وفي الباب عن عبد الرحمن عوف بن عشت وابي قتاده وجابر وعوف بن مالك. قال ابو عيسى: حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح. وروى هشام الدستوائي وعن وعلي بن برك هذا الحديث عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عكرمة ابن عمار عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى: وسمعت محمدا يقول: اصح الروايات في هذا الحديث يحيى، في هذا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي أن ابي ابراهيم الاشهري عن ابي انه قال: وسالت عن اسم ابي ابراهيم الاشهري فلم يعرفه. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، ففهمت من صلاته عليه: اللهم اغفر لي له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن اسماعيل: اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. باب ما جاء في القراءه على الجنائز بفاتحه الكتاب. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازه بفاتحه الكتاب في الباب عن ام شريك، قال ابو عيسى حدثنا ابن عباس هذا الحديث اسناده بذاك القوي ابراهيم بن عثمان هو ابو شيبه الواسطي، منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنه القراءه على الجنازه بفاتحه الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف ان ابن عباس صلى على جنازه فقرا بفتحه الكتاب فقلت له فقال انه من السنه او من تمام السنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ويختارون ان يقرا بفتحه الكتاب بعد التكبيره الاولى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يقرا في الصلاه على الجنازه انما هو الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من اهل الكوفه. باب كيف الصلاه على الميت والشفاعه له. وبه قال حدثنا ابو بكر قال اخبرنا عبد الله بن بركه وانس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد اليزاني انه قال كان مالك بن هبيره اذا صلى على جنازه فتقال الناس عليها جزاهم ثلاثه اجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب. سقطت. وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري. قال وفي الباب عن اشتراه وام حبيبه وابي هريره وام مولى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عيسى حديث مالك بن هبيره تحديث حسن وكذا هكذا رواه غير واحد عن محمد بن اسحاق وروى ابراهيم بن سعد ان محمد بن اسحاق هذا الحديث وادخل بين مرثد ومالك بن هبيره رجلا وروايه هؤلاء اصح عندنا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الله الثقفي عن ايوب حا وحدثنا احمد بن مريم وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلات عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يموت احد من المسلمين فيصلي عليه امه من المسلمين فيبلغ ان يكون 100 فيشفع له الا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه 100 فما فوقها. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وقد اوقفه بعضهم ولم يرفعه. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ويقرأها ندى وقال حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن روح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قيم الظهيرة حتى تميل وحين تطيف للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونعمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث او نقبر فيهن موتانا يعني الصلاه على الجنازه وكره الصلاه على الجنازه عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس. وقول احمد واسحاق قال الشافعي لا باس ان يصلى على الجنازه في الساعات التي يكره فيهن الصلاه. باب ما جاء في الصلاه على الاطفال. وبه قال عبد بشر بن ادم ابن ابنتي ازهر السمان قال عبد اسماعيل بن سعيد بن عبيد الله انه قال عبد ابي عن زيد بن جبير بن حيث عن ابي عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الركب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا يصلى على الطفل ولم يستهل بعد ان يعلم انه خلق وهو قول احمد واسحاق. باب ما جاء في ترك الصلاه على الطفل حتى يستهل. وبه قال هذا حدثنا ابو عمر الحسين بن حريث قال هذا محمد بن يزيد عن اسماعيل المسلم عن ابي الزبير عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال ابو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس في فراغ بعضهم عن ابي الزبير عن جبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى اشعث بن سوار وغير واحد عن ابي الزبير عن جبر موقوفا وكان هذا اصح من حديث مرفوع. قد ذهب بعض العلماء الى هذا فقالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل هو قول الثوري والشافعي. باب ما جاء في الصلاه على الميت في المسجد. وبه قال هذا علي بن حجر قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن اشترنا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل البيضاء في المسجد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الشافعي وقال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. باب ان يقوم الامام من الرجل والمراه. اين يقوم الامام من الرجل والمراه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن همام عن ابي غالب انه قال صليت مع انس الملك على جنازه رجل فقام حيال راسه ثم جاءوا بجنازه امراه في من قريش فقالوا يا ابا حمزه صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد اهكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازه مقامك مقامك منها ومن الرجل نعم ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظه في الباب عن السمره قال ابو عيسى حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى واكع هذا الحديث عن همام من فواهم فيه فقال عن غالب عن انس والصحيح وعن ابي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل روايه همام واختلفوا في اسم ابي غالب هذا فقال بعضهم اسمه نافع وقالوا رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق.
وبه قال هذا عن ابن حجر قال اخبرنا ابن مبارك والفضل موسى عن حسين المعلم عن عبد بن بريده عن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امراه فقال وسطها قال بعيسى هذا حديث حسن صحيح واخبره شعبه عن حسين المعلم. باب ما جاء في ترك الصلاه على الشهيد. وبه قال هذا قتيبة بن سعيد قال هذا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مكعب الملك ابن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجل من قتل احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران، فاذا اشير له الى احد ما قدمه في اللحد ثم قال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بالفن في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب على نفس الملك قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم ان شاء الله في اخر المجلس لو في سخط اقرا ان شاء الله. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبه بن ابي صعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف اهل عبد العلم. الرحمن نعم عبد الرحمن نعم عيد وقد يختلف عن علمي في الصلاة على الشهيد، وقد وقد اختلف. اختلف عن علمي في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلي على الشهيد. وقد اختلف اهل العلم في الصلاه على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينه وبه يقول الشافعي واحمد، وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزه وهو قول الثوري واهل الكوفه وبه يقول اسحاق. باب ما جاء في الصلاه على القبر. حدثنا احمد بن يعقوب حدثنا هشام قال اخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى قبرا منتبذا فصف اصحابه فصلى عليه، فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس في الباب على انس بن بريده وزيد ثابت واميره وعامر بن ربيعه وابي قتاده وسهل بن حنيف وسهل بن حنيف. قال ابو عيسى حدثنا ابن عباس حدثنا حسن الصعيد ولا من عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر هو قول مالك بن انس. وقال مبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر، وراى ابن مبارك الصلاه على القبر. وقال احمد واسحاق يصلى على القبر الى شهر. وقال اكثر ما سمعنا عن ابن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد بن عبادة بعد شهر. وبه قال حدثنا محمد بن شرف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن مسلم انه مسعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. باب ما جاء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقال حدثنا مسلم عن يحيى بن خلف وحميد بن مسعد تكلم قال حدثنا مشرب بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حصين انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوم فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. في باب عن مرته وجابر بن عبد الله وسعيد وحذيفه بن اسيد وجرير بن عبد الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى ابو قلابه عن عمه ابي المهلب عن عمران بن حصين، وابو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاويه بن عمرو. باب ما جاء في فضل الصلاه على الجنازه. وبه قال هذا مكرم قال هذا عبد بن سلمان عن محمد بن عمرو انه قال هذا ابو سمعه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبعه حتى يقضى دفنه، فله قيراطان احدهما او اصغرهما مثل احد. فذكرت ذلك لابن عمر فارسل الى اشتهى نفسه فعن ذلك فقالت صدق ابو هريره. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره. وفي عن ابراهيم وعبد بن مغفر وعبد بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. باب اخر يقرا لنا محمد بن شريك قال لنا روح بن عبده قال لنا عباد بن منصور قال سمعت ابا المهزم يقول صحبت ابا هريره 10 سنين فسمعته يقول سمعت رسول الله يقول من تبع جنازه وحمل 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقه. قال ابو عيسى هذا حديث قال بن روى بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه. وابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبه. باب ما جاء في القيام للجنازه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سلمة بن عبد الله عن ابي عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عامر بن ربيعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنه فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. وفي الباب عن يعني ابي سعيد بن جبير وسعيد بن حنيفه وقيس بن سعد وابي هريره قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني كلاهما قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابي سلمه عن سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبع فلا يقعدن حتى توضع. قال ابو عيسى حديث سعيد ان في هذا الباب حديث حسن صحيح. وقال احنا اسحاق كلاهما قال على من تبع جنازه فلا يقعدن حتى توضع عن اعناق الرجال. وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازه ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازه هو قول الشافعي. باب في الرخصه في ترك القيام لها. وبه قال حتى نقلت قال هذا ليس بسعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جرير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب انه ذكر القيام في الجنازه في الج... انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن حسن علي وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه روايه 4 من التابعين بعضهم على بعض.
وانا اعمل على هذا عند بعض العلماء. قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول: اذا رايتم الجنازه فقوموا. وقال احمد: ان شاء قام ان شاء لم يقم. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد، وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم. ومعنى قول علي: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه ثم قعد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا راى الجنازه ثم ترك ذلك بعده، فكان لا يقوم اذا راى الجنازه. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وبه قال حدثنا بكر بن نصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي، وقال حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الاعلى عن ابي عن سعيد جرير عن ابن عباس انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. بمعنى جرير بن عبد الله وعائشه وابن عمر وجبر. قال ابو عيسى: حزم بن عباس الحزم غريب من هذا الوجه. باب ما جاء ما يقول اذا ادخل الميت القبر. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل الميت القبر قال. وقال ابو خالد: مره اذا وضع الميت في لحده قال مره بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الصديق النادي. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر عن أبي الصديق النادي عن ابن عمر موقوف أيضا. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي، وقال حدثنا عثمان بن فرقة قال سمعت جعفر بن محمد عن النبي أنه قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي القى القاطفه تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر: اخبرني ابن ابي رافع قال سمعت شقران يقول: انا والله تركت القطيفه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى: حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث، وقال محمد بن الشارب قال عن يحيى بن سعيد عن شعبه عن ابي حمزه عن ابن عباس انه قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبه عن ابي حمزه القصابي واسمه عمران بن ابي عطاء. وروى عن ابي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من اصحاب ابن عباس. وقد روى عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شأن، ولهذا ذهب بعض اهل العلم. وقال محمد بن الشريف في موضع اخر: حدثنا محمد جعفر ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس، وهذا اصح. باب ما جاء في تسوية القبور. وبه قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي هريره ان عليا قال للحياج الاسدي: ابعثك على ما بعث النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا طمسته. وفي الباب عن جبريل قال: ابو عيسى حدث علي حدث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم: يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي: اكره ان يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. باب ما جاء في كراهيه الوطء على القبور والجلوس عليها. وبه قال حدثنا الند قال حدثنا ابن المبارك عن محمد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة بن اسقع عن ابي مرثد الغنوي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وفي الباب عن امرأة وعامر بن حزم وبشير بن الخصاصية. وبه قال حدثنا محمد بن شريف قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن عبد الله بن المبارك فذكر بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا عن ابن حجر وابو عمار كلاهما قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن بسر بن سعد بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وليس فيه على أبي إدريس، وهذا الصحيح. قال أبو عيسى: قال محمد الحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك زاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن يزيد بن جبل، وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. وبه قال حدثنا عبد الرحمن الاسود ابو عمرو البصري وقال حدثنا محمد بن ربيعه عن الجرج عن ابي الزبير عن جبريل انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، وقد لخص بعض العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور. قال الشافعي: لبس ان يطين القبر. باب ما يقول ما يقول الرجل اذا دخل المقابر. وبه قال حدثنا مكرم قال حدثنا محمد بن الصلت عن ابي كدينه عن قابوس بن ابي الظبي عن ابي عن ابن عباس انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور اهل بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. وفي الباب عن مرته وعائشه قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وابو كدينه اسمه يحيى بن المهلب، وابو ظبيان اسمه حسين بن جندب. باب ما جاء في الرخص في زياره القبور. وبه قال حدثنا محمد بن شريف محمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وقال حدثنا ابو عاصم النبي وقال حدثنا سفيان عن علقمه بن مردد عن سليمان بن بريده عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زياره القبور فقد اذن لمحمد في زياره قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخره. وفي الباب عن سعيد بن مسعود وانس بن ابي هريره ومسلم قال ابو عيسى: حديث بريده حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بزياره القبور باسا، وهو قول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. وما جاء في كراهيه زياره القبور للنساء.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمرو عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور والباب عن ابن عباس وحسن بن ثابت قال عيسى، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصة الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزاعهن، باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. وبه قال هذا الحسن بن حرث قال هذا عيسى بن يونس عن ابن جرجان عن ابن عدي بن ابي بلكة انه قال توفي عبد الرحمن بن بكر بالحبشي ابن ابي بكر بالحبشي قال فحمل الى مكه فدفن، فلما قدمت عشت اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كانت ماني جذيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياه وقبلنا اصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في الدفن بالليل. وبه قال ذا كرم محمد بن عمرو السواق وكلا ما قال لا يحل لمن عن من هل خليفة عن الحجر بن أرطاة عن عطب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسرد فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقران وكبر علي اربعا. وفي عن جرير بن زيد بن ثابت وهو اخو زيد بن ثابت اكبر منه وقال ابو عيسى حدثنا ابن عباس حدثنا حسن. وقد ذهب بعض العلم الى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبله، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص اكثر اهل العلم في الدفن بالليل. وما جاء في الثناء الحسن على الميت وقال حدثنا احمد بن قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك انه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها. فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، ثم قال أنتم شهداء الله في أرض وفي بابي عن عمر وكعب بن هجرة وأبي هريرة. وقال أبو عيسى حديث عن أنس حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز وكلاهما قال هذا أبو داود الطيرسي وقال هذا داود بن أبي الفرات قال هذا عبد الله بن مرتد عن أبي الأسود الديلي أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر واجبت، فقلت لعمر ما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قال قلنا واثنان، قال واثنان، قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. وبه قال حدثنا قلت عن ملك الناس حاول حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا لا مالك ولا عن مشاهد عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت على احد المسلمين ثلاثه من اولاده فتمسوا النار الا تحله القسم. وفي الباب يعني عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعبد بن عبد وام سليم وجبر ونسل وابي ذر وابن مسعود وابي ثعلبه الاشجعي وابن عباس وعقبه بن عامر وابي سعيد وقره بن ياس المزني وابو ثعلبه له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو بالخوشني. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوام بن حوش بن علي محمد المولى عمر الخطاب عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا نحو حصنا حصينا. قال أبو ذر ما قدمت اثنين قال واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال واحد ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من أبو عبدة لم يسمع من أبيه. وبه قال هذا نصر عن الجهضم أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وكلاهما قال هذا عبد ربه بن بارق الحنفي وقال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال من كان له فرط من يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف من هذا الحديث عبد ربه بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربي بن بارق فذكرنا بنحوه. وسماك بن الوليد الحنفي هو ابو زميل الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن سميل عن ابي صالح عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون والمقتول والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن انس بن صفوان بن ميت وجبر بن عتيك وخالد بن عرفوطة وسليمان بن سورد وابي موسى وعائشة قال ابو عيسى حدثنا ابو هريرة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سليمان الشيباني وعن اسحاق السبيعي انه قال سليمان بن صراد لخالد بن عرفطه او خالد بن سليمان اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه ولم يعذب في قبره؟ فقال احدهما لصاحبه نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الوجه في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. باب ما جاء في كراهيه الفرار من الطاعون.
ومين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أو أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض لستم بها فلا تهبطوا عليها. وابن عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عائشة قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح، باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبه قال حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي وقال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتاده عن انس عن عبده بن الصامت عن عبده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في عن موسى وبرة وعائشه قال ابو عيسى حدث عبده بن الصامت حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وحدثنا محمد بن الشارب قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن زرة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أشتا أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه ولم يصلى عليه. يقال هذا يوسف بن عيسى قال هذا وكيف قال هذا اسرائيل وشريك عن سمك بن حرب عن جبل سمعت ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن، واختلف اهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى القبله وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري واسحاق، وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام. باب ما جاء في المديون. وبه قال حدثنا محمود وغيره قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله النبي يحدث عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يصلي عليه. نعم الصوت واضح يا اخوان. نعم نعم واضح، نعم نعم واضح قال كانت. نعم احسن الله اليكم قال سمعت عبد الله بن ابي يحدث عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء، فصلى عليه. وفي عن جبل وسامة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثني أبو الفضل مكتوم بن العباس قال هذا عبد الله بن صالح قال هذا الليث قال هذا عقيل عن أبي شيبة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك الدين من قضاء، فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه، والا قال للمسلم صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمن من انفسه، فمن توفي من المؤمن وترك دينا علي قضاؤه، من ترك مالا فهو لورثتي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد. باب ما جاء في عذاب القبر. وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقري عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان يسودان او ازرقان يقال لاحد من المنكر ولاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقوله عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد عبد الرسول، فيقول ان قد كنا نعلم انك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم، فيقول ان من ثم نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهلي الي حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا. فقال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري، فيقولون قد كنا نعلم انك تقول ذلك، فيقال الارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وفي الباب عن علي بن زيد ثابت بن عباس بن مرة عازم وابي ايوب وانس بن جابر بن عائشة وابي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال ابو عبا قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبدة عن عبد الله عن نفران بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت وعرض عليه مقعده، فمن كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اجر من عز مصابا. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن حاصم قال حدثنا والله محمد بن سوق عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل اجره. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف مرفوع عن الحديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوق بهذا الاسم مثله موقفا ولم يرفع، ويقال اكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعه. وبه قال حدثنا محمد بن الشارق قال حدثنا عبد الرحمن المديني وابو عامر العقدي وكلاهما قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن سيف عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل، ربيعه بن سيف انما يروي يعني عن عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعه بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في تعجيل الجنازه.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر ابن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب ان رسول الله قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاه اذا انت والجنازه واذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفاء. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وما ارى اسناده متصلا. باب اخر في فضل التعزيه. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثتنا ام الاسود عن منيه بنت عبيد بن ابي برزه عن جدي ابي برزه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي. باب ما جاء في رفع اليدين عن الجنازه. وفي قال حدثنا القاسم بن دينار وفي قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق عن يحيى بن علي الاسلمي عن ابي وفره عن يزيد بن سنان عن زيد بن ابي اونيسه عن الزهري عن سيدنا مسلم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازه فرفع يديه وفي اول تكبيره وضع اليمنى على اليسرى. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. واختلف اهل العلم في هذا فراى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يرفع الرجل في كل تكبيره على الجنازه وهو قول البركه والشفعي واحمد واسحاق. وقال بعض العلم ولا يرفع عليه الا في اول مره وهو قول الثوري واهل الكوفه. وذكر علي بن المبارك انه قال في الصلاه على الجنازه لا يقبض بيمينه على شماله. ورأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاه. قال ابو عيسى يقبض احب الي. باب ما جاء ان نفس المؤمن معلقه بدينه حتى بدينه حتى يقضى عنه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال عندنا موسى عن زكريا بن زايد عن سعد بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. وبه قال حدثنا محمد الشريق قال حدثنا عبد الرحمن بن المدين قال حدثنا ابراهيم سعد عن ابي عن عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن واصح من الاول. ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. تقرؤون نعم إلى كم تقرؤون؟ نقف هنا ان شاء الله. نقف هنا ان شاء الله شيخ. طيب عندنا تم عندنا الجزء الأول أعد حديث واحد في باب الثاني الحسن على الميت. الحديث الأول أول حديث في المجلس باب الثاني الحسن في على الميت إن قبل 13 باب. باب الثاني باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت قبل 13 باب. حديث الأول فقط حديث الباب. طيب باب الثنائي الحسن. قبل 13 أبواب. نعم. قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون. طيب لو تقرأه شيخنا لو هو حاضر طيب 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 طيب, طيب. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن أنس بن مالك قال مر على سوسن بنات فأثنوا عليها خيرا فقال سوسن وجبت ثم قال أنتم شداء لله في الأرض. قال في الباب عن عمر وقال عدد أبي هريرة قال أبو إسحاق حديث حسن صحيح. طيب جزاكم الله خيرا. نقرأ فوت دقيقة في شيخنا فوت فقط. طيب. طيب هذا فوت الشيخ عبد الرحمن عنقري فقال أشعرناها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشيما منهم قالت وضفرنا شعرها 3 قرون. قال هشيم أظن قال فألقيناه خلفها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن معطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب والآخر لحظة نعم هذا محمد عبد الرؤوف هل في قبله أحد؟ طيب وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري هذا سقط. طيب وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله يقول المحرم إذا لم يجد الإزارة فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد زيد عن عمرو نحوه في الباب عن ابن عمر وجابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم الازاره لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين. وهو قال احمد وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهو قال سفيان الثوري والشافعي وبيقول مالك وقال ابن عمر قال عن سفيان عن عمرو بن دينار عن صفوان بن يعلى
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى قال أبو عيسى وهذا أصحه في حديث قصة وكذا روى قتادة والحجاج ابن أرطاة وغير واحد عن عطين عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطين عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مهدي ناصر باب ما جاء في الوتر بسبعين وقع عندها ندى وقال عندنا مبعوث عن أعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن مسلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثة عشرة فلما كبر وضاعه فأوتر بسبعين وفي الباب عن أشتر حديث مسلم حديث حسن عرض عليه مقعده بالغداة والعشي تصحيح. نعم قال طيب ابو شهاب قال حدثنا احمد المناف قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن انس انه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنى علي خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال انتم شهداء الله في الارض وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وابي هريره حديث انس حديث حسن صحيح. مهدي ناصر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ب13 و11 و9 و7 و9 و7 و5 و3 و1 قال اسحاق بن غريب معنى ما روى ان روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر أهل القرآن قال إنما عنا به قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن باب ما جاء في الوتر بخمس. وبه قال حدثنا اسحاق المسؤول قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن وقام في الصلاة ركعتين خفيفتين وفي الباب عن أبي أيوب حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن وسألت أبو مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع قلت كيف؟ طيب نقف هنا والمرة القادمة نكمل الأفوات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. جزاكم الله خيرا سبحان الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله بارك خيرا الله فيك. آمين. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.